موجز الرابعة من إنفجراد، أهلا بكم. بسبب ازدياد الوضع سوءا في أوكرانيا، دعا المستشار كارل نيهاما حكومة الأزمة وحكام الولايات التسع إلى قمة حرب في الثكنة العسكرية روساو في فيينا غدا الخميس. وتعقد القمة بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والبيئة، وكان من المفترض أن يظل الاجتماع سريا للغاية، ومن المرجح أن يكون الموضوع الرئيس هو إيواء لاجئ الحرب والتحديات المتوقعة مع ارتفاع لهجة التهديدات المتبادلة. أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف سايبر بنك الروسي ومقره في فيينا، وذلك بأمر من البنك المركزي الأوروبي. وقد أوضحت الهيئة أن أكبر مصرف في روسيا يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا. كما قالت الرقابة أن الفرع الأوروبي للمصرف الروسي سيخضع في النمسا لعملية إجراءات إفلاس، مشيرة إلى أن حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100,000 يورو لكل حساب، تماما كما هو الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية. أعلن مصنع مجموعة BMW في مدينة شتاير في النمسا العليا يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يتوقف الإنتاج في المصنع اعتبارا من يوم الجمعة، نظرا لعدم إمكانية توصيل الأسلاك الكهربائية للمحركات من أوكرانيا والجهود جارية للحصول عليها من مكان آخر. ومن أجل تخفيف الخسارة تم التشاور مع مكتب العمل على خطة العمل بالوقت القصير ل3,200 موظف حتى نهاية مايو 2022، ولكن يعتمد استخدامه فعليا على التطورات. ووفقا للمصنع، في حالة تحسن وضع الإمداد ستستأنف العمليات بشكل طبيعي قبل انتهاء صلاحية العمل ذات الوقت القصير. أعلنت شرطة ولاية بورجلاند عن وفاة شاب مغربي يبلغ من العمر 28 عاما صدمه قطارا، فيما نجا آخر كان برفقته بالقرب من الحدود المجرية النمساوية، وذلك أثناء سيرهم على السكة الحديدية، حيث كان القطار في طريقه من المجر إلى فيينا. ولأن الحادث وقع على الجانب المجري، فقد تولت السلطات المجرية التحقيقات، وقد تقدم المغربي الآخر ذو 22 عام والذي أصيب بجروح طفيفة بطلب لجوء في النمسا. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.